ديربي الأشقاء المغرب والجزائر، الجزائر والمغرب في ثالث لقاءات المنتخبين في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال. المنتخب الجزائري بيدخل هذا اللقاء وهو متصدر للمجموعة الثالثة. جتت العربية نتمناها إن شاء الله قوية للتصويب. منان بيصوب واحدة قوية ولكن معها على طول فريق يورو فارم بلستير المقدوني، واول المحاولات المنتخب الجزائري وقصد ترجع مره ثانيه تروح للجناح الشمال ويحرز اول الاهداف. والجابون واحد من العناصر المهمه جدا. صدوق باركوس يعدي، صدوق يصوب يحرز الهدف، مهاري جدا صدوق. عبد السلام ايوب عايز يعدي يصوب، ايوب يحرز الهدف وقبل من الدفاعات المغربيه استغلها على طول ويحرز الهدف. وادي الرد السريع على طول موجود جناح الشمال، يرجع بيها مرة تانية لكبي ويروح للزين على طول يعدي بالمهارة، ما بنعوض النقص العددي. المدير الفني فاروق دهيلي وعلى طول أيوب عبدي. بطولة أفريقيا للإصابة طالب يسيب في الجناح رياض ويحرز رياض المميز. رضوان سكر وجمال وعلي، رضوان بيسجل، رضوان الهدف الخامس للمنتخب الجزائري وحصل على جائزة رجل الماتش. يدور على المساحة لكن خطأ كده يفقد الكرة. داود راح في هجوم معاكس خاطف للمنتخب الجزائري. بطولة العالم هنا في مصر في 2021 لما ارتد الكرة للهجوم الجزائري، رضوان صقر داخل واحدة حلوة قوي لفها بريست الايد. طبعا بعد لقاء منتخب عايز يعدي الزين لو بص على الدايرة، لكن فضل ان هو يمرر ويصوب. مين بيسحب الملعب ناحية الباك اليمين، بيصوب بن طالب للدفاع المغربي. ايوب عايز يربط مع باستيان على الدايره لكن الادريسي بيطلع هجوم خاطف. مين اللي هيكمل؟ مين اللي هيحرز؟ ولكن خليفه غضبان. الجمهور الجزائري يقول لك احنا طمعانين عايزين نرجع لمنصات التتويج، وعلى طول الزين في الباك اليمين. بن طالب للزين، حلوه قوي الزياده اللي عملها بن طول. هتكلم مع حضراتكم طبعا بالتفصيل عن الاحصائيات في اقرب توقف. باركوس لسه الكره مع الهجوم الجزائري وعلى المنتخب المغربي عايز يصوب، يصوب من صاري يرد السار رد على الدايره. صدوق هيحل بالمهاره ولا بالتصويب؟ بيعمل ارتقاء 34-19، احرز 65 هدف وعليه 46 هدف، ضمان الصعود لربع النهائي. المنتخب الجزائري على يسار الشاشه واول الكرات من ايوب عبدي. الجانب الاخر طبعا ياسين الادريسي، لسه بقول للحظ ايوب يروح على النص. باركوس تصويبه من المنتخب المغربي لكن الارتداد سريع من الدفاعات. يعدي صدوق لكن الادريسي وعايز يعمل هجوم خاطف، هل هينجح؟ رياض 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 بيدير هذا اللقاء تحكيميا. صدوق لباركوس يروح ما بين واحد واثنين ويحرز علشان يحل لغز الدفاع الجزائري. كرة في الجناح لكن بيخطف داود، المرمى بدون حارس ويصوب داود يحرز لها. اعدام التركيز والميس باس من لعيبة المنتخب المغربي. طالب من صاري يسحب الملعب، عدى بالمهارة ولكن خليفة جماعي، لكن في مشكلة بقى بيوصلوا عند خليفة. عبدي بيروح على النص يصوب عبدي ويحرز الهدف. مركز الدايره الزين يسحب الملعب ناحيته ويعمل خداع و 11 عملها حلوه قوي. ساكر ترجع مره ثانيه على الدايره ولكن احداث الشوط الثاني. رجع ايوب للملعب يعدي ويحرز الهدف. مويد رجع مره ثانيه يلعب بست لعيبه، ادي كوره في الجناح الشمال والمره دي في الزاويه. اللي بيغيب طبعا من 2014 عن المنتخب الجزائري ايوب، بيعدي ايوب ويحرز ايوب الهدف، عمل له زياده نموذجيه. صدوق هنشوفها في الاعاده مع حضرتك. مساحه كبيره جدا لايوب، كره من الباك اليمين لكن فاول مهاجم بالخبره كده. باركوس بياخد فاول عكسي، تحول الكره لهجوم معاكس، عمل ارتداد كده على طول سريع نور وبقى في نص ملعب المنتخب المغربي. حكيمي من صاري يسيب على الدايره حلوه قوي والمرة ده هنشوفها في الاعاده. شوف الراجل واخد مكان مميز جدا وعنزيه بعد ان تفوق على المنتخب التونسي. ادي ايوب يسيب لرضوان في الجناح ويحط واحده من بيعمل كده الزياده العدديه في العمق الدفاعي. ايوب ويوصل يعمل زياده على الدايره، تصويبه ولكن بتغير اتجاهها وبتروح في الجناح الشمال عند رياض ولكن مستنيها خليفه. ايه ده؟ مواجهه ثنائيه رياض حطها لكن ملوش حظ. خليفه غضبان. ايوب بيروح يصوب من الباك الشمال. منتخب كاب فيردي في الفوز في لقاء امام الكونغو والمره دي من في دور ربع النهائي. كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربيه. دوران جميل جدا من طرق احراز الاهداف من المنتخب خليفه. سلامات
سلامات لخليل بوناب، لكن بيعمل مس باص. حرشاوي لو بص الناحيه الثانيه، ولكن المرمى خالي بدون حارس ويعرز الهدف. مس باص من عبد الرفيق بوناب على طول يترجمها حرشاوي لهدف، او دي المشاركه رقم 25. تصويبه داوود توصل له في الجناح الشمال وعلى طول يترجمها الهدف. حرشاوي عدى بالمهاره، هيسيب في الجناح، لا عدى هو لوحده بالمهاره. خد رميه حره يقطع داوود، صدوق يصوب ولكن ضعيفه. تصميم الفريقين خلاص طبعا 28 27 فرق هدف واحد. تصويبه ولكن من صاري ملهوش حظ. صوب ايوب باركوس، بيصوب باركوس ولكن خارج الملعب. شفنا برضو الكابتن فاروق دهيلي راح على الكارت الوقت المستقطع. كل مدير فني طبعا عايز يعمل اعاده ترتيب الصفوف، لكن هنشوف مين اللي هيطلب وقت مستقطع. ايوب رايح هجوم خاطف وبيلف الكوره كده بطريقه جميله بدون اي اخطاء، بيستخلص الكره الدفاع الجزائري ويحولها على طول ويترجمها لهدف. من صاري عايز يروح على النص لبن طالب، بيعدي ما بين واحد واثنين ويحرز الهدف في شباك الفارق. كنت بقول لحضراتكم 14 مواجهه سابقه ما بين المنتخبين. يخدموا سيران كوتي بلوك ريتور دو بال في الاكستيريور، ما نروحوش ونبداو الاتاك. حكيمي لمن صاري، تصويبه من من صاري لكن يتالق. خليفه غضبان النهارده حراسه المرمى الجزائريه في هيجي ناحيه الباك اليمين يلعب لايوب اللي بيصوب، ولكن تكون الكره في حوزه الهجوم الجزائري. باركوس يروح على النص يلعب على الدايره لكن يخطف على طول بدون اخطاء. رياض يحولها للجناح الشمال ويعرز الهدف. رياض لاجبي استلم تمريره رضا رزوقي من الجناح اليمين للجناح الشمال، يترجمها على طول رياض للهدف. يوزع اللعب من الباك الشمال للجناح اليمين، الكره على الدايره، زنادي بيصوب ولكن لاجبي هو اللي واخد دوره دلوقتي في انهاء الهجمات، ولكن حكيمي في التصدي لكوره رياض. كان ليهم مواجهه شهيره في بطوله العالم 2021 هنا برضه في مصر، وادي تصويبه من ايوب. اللقاء الزين بيعدي بالمهاره لكن يعمل خطا. يعني من الاسباب النهارده في تفوق المنتخب الجزائري في الدفاع خليفه الغضبان وهاشمي لما اخذ دوره في حراسه المرمى، تصويبه قويه لكن وعلي.